وامتى رح يخلص فستان على الاخر؟ من كل بيت بكره بيكون الفستان عندك يا حزن. الله رعد. تسلم ايديك على الخياطه. ان شاء الله عجبتك هالخياطه يا حجي. مين بتاخذ العقل مو هيك تيتي؟ ايه تيتي. يلا روحي اشلحي لي الفستان وجيبي لي اياه احسن ما يرجع لك. ماشي. يا مو؟ نعم. عجدي اختك بالضيافه. ايه يلا. اهلين وسهلين يا ست سلمى. ان شاء الله ما قد ينزل بدني ولا لبس لبسه ثانيه اذا حابه تصير عروس. لك زهريه الله يخليكي هدي حالك. لك شو اعمل بحالي شو اعمل؟ شبكي يا مو؟ شبكي مانك مبسوطه؟ وقربت ليله عرسك؟ فهميني شو صاير معك؟ يا مو الله يخليكي ما بدي اتجوز ابن عمي. يو وشو اللي مو عاجبك بابن عمك؟ والله حلو واشقر وعيونه زرق وقوة وجمال. بعدين ابن عمك مو غريب عليكي وما في علة ما بتنفع نعرفها. يا مو ما بعرف ليش ماني طايقته لابن عمي. ماني طايقته؟ يو احكي لك انا بعدين بكره رح تحبيه ورح يحبك ورح تتغير كل نظرتك له. ان شاء الله يا مو. تقبريني قومي نتعشى مع ابوك. هلا بيسأل حاله 100 سؤال وسؤال. شو عم تحكي فريزة مع بنتها؟ يلا يا مو هلا بلحقك. أمي الله يرضى عليكي ويحن عليكي ويبعث لك بخت أحلى من بخوت البنات كلها. يكبرني الوجه. والله ماني عرفاني حالي ليش ماني طايقته. بعت له حمى